القلوب الزجاجية هي من ترى بنور الإيمان بصفاء ولا تتعلق فيها أو حال الشبهات ولا تنفذ إليها سمو الشهوات. لذلك تجد أن أصحاب هذه القلوب تتضح لهم معالم الفتنة من بدايتها قبل أن يخوضوا فيها وقبل أن يعرفها عامة الناس. فمن أنار الله بصيرته بالعلم والإيمان يرى الفتنة مقبلة قبل أن يراها مدبرة بخلاف غيره. أما القلوب الإسفنجية فكثيرا ما تعلق فيها أو حال الشبهات وتنفذ إليها أسم الشهوات. في الغالب أن أصحاب هذه القلوب يروا في أنفسهم الحذق والذكاء وأنهم عندهم الإيمان الكافي ليردعهم فيخوضوا في هذه الفتن فينحرفوا. تجد هؤلاء دائما في حيرة في تذبذب، لذلك حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تأمل في هذه الآية كيف أن الله حذر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الفتن، فكيف بي وبك، فاحذر يراك الله.